وأهلا بكم معنا في أول عدد من الموجز الرياضي بالموسم الجديد. البداية بأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم واللقاء الصحفي الذي جمع بعض اللاعبين برجال الإعلام قبيل مباراة أسود الأطلس المرتقبة ضد منتخب إفريقيا الوسطى برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2012. مهدي صوابن تابع اللقاء وأعد التقرير. جمهورية إفريقيا الوسطى هي أول محك رسمي للأسود في سياق البحث عن تأشيرة العبور صوب كأس إفريقيا للأمم. العناصر الوطنية وبعد 8 أشهر من العطلة اكشفت قبل 3 أسابيع باختبار ودي واحد ضد غينيا الاستوائية لوضع آخر اللمسات قبل دخول تصفيات تزامنت مع شهر رمضان. هي فترة صعبة نسبيا لأن المباراة تزامنت مع شهر رمضان، صعب أن تلعب حتى ساعات متأخرة من الليل، لكن حماس اللاعبين سيذيب هذه الصعوبات. نحن عازمون على تجاوز الإخفاقات السابقة للتصالح مع الجمهور وتحقيق التأهل لنهائيات 2012، خصوصا وأن التلاحم يسود المجموعة. في انتظار قدوم المدرب جاريت سيواصل كوبيرلي إشرافه على نخبة وطنية تعززت بقدوم الوجه الجديد يوسف العربي هداف كون الفرنسي. اخترت المغرب لأنه بلدي الأصلي، لبيت نداء القلب، وسنناضل من أجل القميص الوطني لحجز بطاقة التأهل للحدث القاري. هذه أول تجربة لي مع المنتخب، تحدثت مع المدرب طويلا، وإذا أتيحت لي الفرصة للمشاركة في اللقاء سأثبت أحقيتي بالتواجد ضمن هذه المجموعة. هذه المواجهة ستدور يوم السبت في 10 ليلا، وسيقودها طاقم التحكيم المالي بقيادة كومان كوليبالي الذي حرمه الاتحاد الدولي من إتمام مونديال جنوب إفريقيا على ضوء أخطائه الفادحة في نزال سلوفينيا والولايات المتحدة الأمريكية.